لما عاوز اقول كلمة جميل او وسيم او جذاب بس للاولاد اقولها ازاي؟ هل اقول بيوتيفول ولا تتقال ازاي؟ حبايبي تعالوا مع بعض ونشوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعزائي طلبة وطلاب ومتابعي مستر نجار على اليوتيوب، اهلا وسهلا بيكم مع الحلقة رقم 32 في سلسلة انطقها صح. النهاردة معادنا مع كلمة جميلة جدا بنسمعها كتير جدا، ولكن بنسمعها هي بتتقال صح بس احنا بنسمعها خطأ. خد بالك في ناس كتيرة جدا بتنطقها صح جدا جدا جدا، ولكن الناس بتسمعها خطأ، فاللي بيسمعها خطأ بينطقها خطأ برضو عشان سمعها خطأ. يا ترى ايه الكلمة دي؟ كلمة جذاب او وسيم. اما اجي اقول الولد ده جميل اقولها ازاي؟ هل اقول بيوتيفول؟ لا خالص طبعا، ما تقالش بيوتيفول مع الاولاد حبايبي، ولكن اقول هانسم. هانسم، خد بالك الكلمة دي فيها ايه؟ ان دي في النص، ان دي في النص، بس الدي مش بتتنطق، يعني بقول هانسم. هانسم، في ناس بتسمعها هاندسم. طب ليه؟ لان الصوت ان قريب جدا من الصوت دي وانت بتقرا، فبنقول هاندسم هاندسم، فبتسمعها هاندسم فبيقراها برضو هاندسم، ولكن حبايبي هي هانسم. هانسم حبايبي بالبريتش اكسنت هانسم، بالامريكان اكسنت زيها هانسم، الدي في النص لا تنطق. خد بالك من الكلمه دي، ظريفه جدا وجميله بس انطقها صح عشان تكتبها صح حبايبي. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.